حنا ما كنديروش اعمال كثيره ولا انشطه كثيره، ولكن كنبغيو نقوموا بشي نشاط متميز واللي يعطي اضافه لهذه المدينه هذه. فبالفعل كان هذا الشيء هذا اللي وقع، ولكن ها هو عاد كثر ملي كتاب واشتغلنا على هذا الميلاد من طرف فريق عمل اللي هو مهم اللي كيعمل في الخفاء راه ما معروفينش، ولكن باش تنتج هذا المشروع هذا الكبير كنصادفوا مرة أخرى اللي كيقول لك كنا غنديروا هذا العمل، حنا كنا غنديروا، حنا كنا المهم حنا تفاجأنا وتصدمنا، حنا ما عارفينش. المهم اللي كنعرفوا أن كيوقع في طريقنا كل مرة مجموعة ديال الإكراهات. المهم حنا دخلنا في التحدي وكان عندنا أمل كبير بأن هذا العمل ديالنا غادي ييسر لنا فيه الله، وداك الشيء اللي كان مهم. وحا كيقولنا ضيق الوقت، هو ماشي ضيق الوقت، حنا اشتغلنا عليه على ركن وراه في خبار اللي هما متبعين معنا هاد العمل ديالنا في خبار. كاين اللي كيشبر من الاخر ويقول لك لا انتم سحمكم الوقت، انتم ما تقدروش ديروا هذا، لا حنا ما سحمناش الوقت، حنا ديجا اشتغلنا عليه باش نوجد هاد العمل هذا. دابا حاليا كاين دار كاستينغ اللي فيه مشاركات جميلات متباريات اللي حنا اكتشفنا من خلال الهضره ديالهم التلقائيه والعفويه ديالهم كلهم عندهم غيره على هاد المدينه اللي تقالها انت سمعنا كاملين بينا كلهم عندهم غيره وحرقه على هاد المدينه هادي. وهذا الشيء اللي الجميل اللي هذا هو الاولو انهم هما كان عندهم واحد كانوا مرتبكين كنشوفوا من وراء الكلام ديالهم انهم خصهم يقولوا بزاف د الحاجات، ولكن دوك لو تخاف سي نورمال، سي نورمال انه كيحصلنا كاملين بينا. كاينه التصوير، كاينه كافيرا، كاينه اداب ساكن دفشو، ولكن هما كلهم كانوا جميلات وكلهم كانوا عندهم غيره وحرقه على المدينه، بالخصوص ملي كيقول لك الطفل، كيقول لك الشباب، كيقول لك ما عندناش فضاءات، ما عندناش هذا، هذه راه ما قال لك غير جمله، راه نتينا غتقرا الابعاد ديالها بلا ما نبقاو نحرجوهم ونقول لهم شنو شنو شنو، لا قال لي غير جمله مزيونه راه انا كنعرف شنو كان باغي يقول فيها. كلهم كتكتشف بان عندهم واحد الغيره وواحد الحرقه، وهذا هو اللي جميل. انا ما كرهتش كلهم يتختاروا، ولكن قانون قانون راه هما ما تبقى حتى شي وحده فيها زمن.